تنظمها جمعية أوسط للرياضة. فالبطولة المدرسية هي مستمرة، اليوم درنا أقل من 10 سنين، والجوائز اللي حصلوا عليها كان يونس بوملال الرتبة الأولى، كان عندك الرتبة الثالثة صلاح الدين حداد، والرتبة الثانية أشرف الغراسي، يعني حصلوا على ميداليات خاصة بالبطولة المدرسية في رياضة لوهانطاو كاجو كيمبو. البطولة راهي مستمرة خلال هذا الشهر وخلال شهر رمضان إن شاء الله، هذا استعدادا لنهائيات كأس نصر القرقيرات على مركز بئر قندوز. إذا ترجع الجوائز، كل شيء وقف. المرتبة الثالثة حصل عليها، المرتبة الثالثة حصل عليها صلاح الدين قدام، شخص قوي مزيان. شقات حرائي. الرتبة الثانية أشرف الغراسي حصل على الرتبة الثانية. الرتبة الأولى كان يونس بوملال. زيد 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 زيد